خايف، خايف حتى لو كانت البلد تخرب عشان الكرسي يقعد هو، ونخرب فيها ونخليها كهن، بلد كهن، سكة حديد تعبانة وطرق تعبانة ومواني تعبانة، كله تعبان. الحالة اللي حصلت في 2011 حالة كانت صعبة جدا، ما كانش مطلوب انها تتكرر تاني. الحالة دي كلفت مصر 450 مليار دولار. قطاع زي قطاع النقل في مصر، القطاع ده تكلف 2 تريليون جنيه. في البداية بتقدم بخالص التهنئة لكل إنسان مصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو. وطبعا حضرتك ممكن تتفق أو تختلف معي في كل اللي هقوله، يعني حضرتك هتسمعني في كل اللي أنا هقوله، أو مش عايز تسمع ما تسمعش. لكن في اللي أنا هناقشه في هذه الحلقة واللي أنا هتكلم مع حضرتك فيه، من حقك تختلف معايا في كل كلمة وفي كل معلومة بقولها، لكن أنا بتكلم هنا في موضوع مختلف تماما. البعض النهاردة بيعاني من ظروف اقتصادية صعبة، البعض النهاردة غاضب مش بس من حكومة الدولة بل من السيد الرئيس نفسه. لكن عايز اقول لحضرتك ان احنا واحنا بننظر هناك ما يسمى بأدبيات الدول او بأدبيات حكم الدول، يعني انا بتكلم على دولة بحجم مصر وعن التحديات اللي بتجابها هذه الدولة. مثلا انت مستلم الدولة دي، لو نظرت ان الرئيس مستلم الدولة في 2014، احنا برضو لازم ننظر ونقول اللي لينا واللي علينا. الراجل مستلم الدولة تقريبا كانت بتنقطع الكهرباء بشكل شبه يومي، يعني حضرتك مش بس من 2010 او 2011، الناس بتظن ان الكهرباء كانت بتقطع من 2011، بالعكس الكهرباء كانت بتقطع قبلها بسبع سنين، يعني قول 2014 اطرح منهم سبع سنين، يبقى الرقم حوالي 2008-2007. دي بداية انقطاع التيار الكهربائي في مصر، ولكن زادت حدته فيما بعد لغاية ما وصلت ذروته في 2012-2013. وكان امام الرئيس تحدي، اما انه ينجح في عودة الكهرباء بانتظام لبيوت مصر او انه يتحمل تبعات لا حصر لها من غضب شعب كبير لن يتحمله او لن تتحمله اي حكومة. وهنا بكلم حضرتك على عودة الكهرباء وانتظامها في 2015، يعني الراجل تولى في 2014، الكهرباء رجعت في 2015. هنبص قبلها هنجد ان هناك طوابير كانت بتنتظر في محطات الوقود وكانت بتتسابق، وكان بيحصل مشاكل عديدة للحصول على هذا الوقود اللي كان بيحصل عليه او بيحصل عليه المواطن بصعوبة جدا، والصور كانت خير شاهد على ذلك. فكان المواطن بيضطر يروح يشتري من السوق السوداء، والسوق السوداء هنا لو كان الوقود بجنيه فكان بيباع بخمسة جنيه واكتر في السوق السوداء الخاصة بالبنزين والسولار وغيره، وكان ايضا بيوضع عليه مياه وكان بيتعرض للغش، وبالتالي المواطن كان ضحية سواء انتظر في محطات الوقود بالساعات والايام او اشتراه من السوق السوداء. المشكلة دي ايضا تم حلها، ودي كانت من اصعب التحديات اللي بتجابها مصر. استحالة حضرتك تتحدث عن دولة تقدر تجذب مستثمر بهذا الوضع، لا كهرباء لا طاقة لا بوتاجاز، مفيش اي نوع من الغاز موجود عندك، حتى الغاز اللي كنت بتصدره بدأ ينقطع ويتم ضربه وتتحول من مصدر الى مستورد. وضع مأساوي جدا كانت بتعيشه مصر، وبالتالي هذا الوضع كان بيقتضي تحديات ضخمة جدا تحملها القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيجي ايضا تحدي الزيادة السكانية. حضرتك في 2011 لو بننسى عدد سكان مصر كان 81 مليون نسمة، متخيل النهاردة عدد سكان مصر 105 مليون نسمة. فلو حسبنا المدة الزمنية 12 سنة، في ال 12 سنة زاد عدد سكان مصر 5 او وصل لحوالي بنتكلم في 25 مليون مواطن زيادة. الرقم ده بيحمل عبء حضرتك عدد الكتلة السكانية او تركز الكتلة السكانية موجود في نطاق ضيق فقط 5-6% من مساحة مصر كلها، يعني لو عندنا مليون كيلومتر مربع الكتلة السكانية والكثافة السكانية موجودة في 50-60 الف كيلومتر مربع فقط. تخيل حضرتك ده بيعمل ايه؟ اولا بيعمل اختناق واعباء مرورية صعبة جدا، بيحملك خسائر ضخمة، ما هو انتظار السيارات للساعات الطويلة في مداخل القاهرة كان بيحمل الدولة ميزانية ضخمة، وكان بيحمل المواطن ايضا نفسه لانه كان بينتظر ساعات اطول وبيستهلك وقود اكبر، وبالتالي بتتكلم على متوسط 8 مليار دولار سنويا بسبب الانتظار في الازدحام المروري بمصر كلها. وليك خير شاهد على ده،
لو نظرنا مثلا لطريق شبرا بنها، الطريق ده يعتبر المدخل الشمالي للقاهرة. كان البديل ليه واللي لازال موجود حاليا هو طريق مصر اسكندرية الزراعي. الطريق ده قبل افتتاح طريق شبرا بنها مباشرة كان بيصل الازدحام المروري لما قبل مدينة بنها، يعني تيجي من شبرا في شمال القاهرة وتجد طوابير المرور قبل دخول القاهرة وحتى بعد العودة من القاهرة ممتدة حتى مدينة بنها أو المدن القريبة من بنها، وضع صعب جدا. وبالتالي التحدي الخاص بالزيادة السكانية عمل عبء في التحدي المروري، فأصبح عندك تحدي هو زيادة سكانية وتحدي في النقل والطرق. فحاولت تنشئ طرق جديدة، هجمك البعض وقال لك احنا هناكل طرق وكباري. البعض ما كانش عاجبه فكرة انشاء الطرق الجديدة واتهم الحكومة والدولة بالمبالغة في انشاء تلك الطرق. لكن عايز اقول لحضرتك النهاردة، الطريق قبل ان ينشأ او قبل ان يفتتح بتسير عليه المركبات بشكل ضخم جدا. حضرتك عايز تعرف يعني جدية او ميزة المشروع او فايدة المشروع كان مفيد او لا، شوف استخدامه، شوف الحجز اللي تم فيه، شوف الطرق اللي بيمشي عليها السيارات، هل هي مستخدمة ولا مجرد طرق فارغة لا يستخدمها احد. وبالمقارنة بزيادة عدد المركبات والزيادة السكانية فطبيعي كان يستخدم المواطن تلك الطرق، خاصة انه لو دفع الكارتة على مدخل الطرق دي هو بيوفرها في ثمن الوقود اللي بيوفره لما يمشي في هذه الطرق، اللي طبعا بتوفر عليه كم ضخم جدا من استهلاك الوقود. وبالتالي حضرتك استثمرت في الطرق بما يعادل 2 تريليون جنيه مصري. متخيل الرقم؟ كنت محتاج تعمل طرق. الناس طبعا هرجع لحضرتك، الناس بتقولك انا هاكل طرق وكباري. اولا حضرتك الآلية في الوصول من المناطق للمناطق الاخرى، يعني مثلا النهاردة كانت الفكرة سابقا ان انت تعمل مدن جديدة وتبيع المتر بجنيه. الدولة كانت بتعمل كده ايام الرئيس سادات، كان المتر بيباع في مدينة العاشر من رمضان، والمدن الجديدة اللي بتنشأ وقتها كان المتر بيباع بجنيه، لكن دون ادنى آلية لتوصيل خدمة لهذه المدن. لا طريق صالح جيد يصل للمدينة، ولا خدمة في صرف صحي، ولا خدمة في مرافق وخدمات. وبالتالي هي مجرد أرض متباعة بالرخيص لأنها ليس لها قيمة. النهاردة الطريق اللي بيتعمل عشان يصل لمدينة ما أو مكان ما هو اللي بيعمل قيمة لهذه المدينة وهذا المكان. متخيل معايا لولا الطرق اللي معمولة لكانت أسعار المدن الجديدة في الأرض، لأنها بكل بساطة هتكون مدن مهجورة، مدن أشباح، لأن محدش هيروح ليها لعدم وجود الطريق الموصل ليها. وبالتالي عدم وجود طريق يعني عدم وجود مرافق وخدمات في هذه المدن. حضرتك بتتكلم على وضع اقتصادي صعب، أنا معاك في كل اللي بتقوله، الظروف الاقتصادية بنعاني منها كلنا. الدولة المصرية دولة في ظروف معيشية صعبة النهاردة، كتير من المواطنين بيتعرضوا لظروف اقتصادية صعبة وده أمر متفق عليه. ولكن على المقابل أو في الجهة الأخرى، هل الدولة حاليا بحكومة برئيس بكل شيء هي من تتحمل أسباب تلك الأزمة الاقتصادية في معاناة المواطن المصري، ولا المواطن المصري شريك في تحمل تلك الأزمة؟ أو على الأقل المواطن المصري والدولة المصرية هم ضحية لنظام عالمي وضع دول العالم الثالث في هذه البوتقة؟ وخد بالك أنت هنا بتتكلم على دولة بتعتمد على صادرات أقل أو بتصدر أقل مما تستورد، فطبيعي أن أنت تعاني في الوضع الاقتصادي الحالي. عشان كده التحدي اللي موجود أمامنا في مصر هو أن احنا نتمكن من الصناعات الثقيلة أكثر وأكثر، لأن دي صناعات مربحة جدا، صناعات التكنولوجيا الحديثة، مجالات النانو تكنولوجي، ومجالات التطوير والبرمجة وغيره، مجالات الذكاء الاصطناعي. دي المجالات اللي بتكسب الدول المصدرة وبتعمل أرباح ضخمة، دي المجالات اللي بتدفع فيها أو بتحصل عليها إيراد دولاري ضخم. ولكن عشان تعمل ده أنت مش بتتكلم على مجرد شهور، أنت محتاج سنين عشان تحقق هذا التطور التكنولوجي، عشان تقدر تجتذب شركات ومدن عالمية تنشأ في مصر. عشان تقدر تعمل ده أنت محتاج إنشاء جامعات متخصصة في هذا المجال. وكان البديل هنا وكان التطور ان انت زودت عدد الجامعات المصرية من 25 جامعة ل 75 جامعة حكومية موجودين حاليا في مصر عشان تقدر تخدم هذه الاغراض وهذه الاهداف. كتير من هذه الجامعات هدفها النهاردة هو البحث العلمي، هو انها تعرف ازاي تطور وازاي تساعد الدولة في انها تطور من نفسها في مجالات العلم المختلفة، سواء مجالات زراعية من تطوير سلالات واستنباط اصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، او من تطوير الصناعات الذكية، مجالات النانو تكنولوجي،
وتطوير التحول في استخدام الثروات المصرية بحيث انها لا تصدر بل يعتمد عليها في التصنيع المحلي، واضفاء قيمة مضافة اكثر واكثر، وبالتالي تمكنك من التصدير بقيمة اعلى وتكسب ارباح ضخمة. احنا في هدفنا لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، متوقع ان ده يتحقق في خلال اقل من سنتين، وهنشوف مع بعض خلال الفترة القادمة هيحصل ايه. لكن مقارنة بكل اللي بكلم حضرتك فيه والتحديات والظروف الصعبة، انت ايضا يجب ان تنظر، واحنا هنا لما انت كشخص او انت كدولة، ما هي الدولة زي الاشخاص والافراد، انت بتقارن نفسك بما سبق. هل انت في وضع افضل ولا في وضع اسوأ؟ هل انت بوضع 2011 و2012 و2013 اللي كانت في البداية زي ما قلت لك 450 مليار دولار خسائر بسبب ما حدث في ثورة 2011؟ وانا عن نفسي اختلف مع من يهاجم تلك الثورة، لان هناك مواطنين كان لهم اهداف نبيلة في القيام بهذه الثورة، وانا متفق جدا مع الاهداف النبيلة لهذه الثورة، لكن كيفية تحقيق هذه الاهداف قلب الدولة وكان له مشكلة وتداعيات اكبر واكبر. يعني حاولت تعالج الخطأ بخطأ اكبر، هي دي المشكلة اللي وقعت فيها مصر، وقعت فيها كتير من دول المنطقة، لكن ارادة ربنا هي لمن نجت مصر وحدها، وده امر يجب ان ننظر اليه بعين الدقة، ونتأمل ازاي ربنا نجانا من وضع صعب جدا كان صعب نخرج منه. ولكن زي ما بقولك، هناك شخص تحمل المسؤولية في وقت صعب جدا، تعرض لمحاولات اغتيال اكتر من مرة، وهوجم وشوه في سمعته، اتهم بانه اخوان مسبقا، ثم اتهم بانه انقلابي وانه قاتل وانه كل شيء عايز تقوله قوله. وبالتالي هنا احنا بنتحدث عن قبول التحدي، قبول التحدي ايضا في القوات المسلحة المصرية. حضرتك النهاردة وانا بشوف هذه المعلومات وبناقش هذه الاخبار، مين عاقل كان يصدق ان سيناء اللي كانت من سنتين فقط فيها كم من الهجمات الكتير جدا، ومن 2017 كانت عام ذروة الهجمات اللي بتحصل في سيناء، كل يوم هجمة، 365 هجمة على مدار 365 يوم في السنة. النهاردة بيتم تطوير ميناء العريش، النهاردة بيتم تطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، النهاردة بيتم ازدواج الطرق الرابطة داخليا في سيناء، النهاردة بتفتتح شواطئ في سيناء لم تكن مفتتحة من قبل. سيناء النهاردة غير، واللي حصل من استقرار أمني العامل الأهم والحاسم في فكرة استقرار الدولة المصرية، ده العامل اللي احنا يجب ان احنا نقارنه. لما حضرتك ترد عليا في الكومنتس وتقول لي حالي قبل كده افضل من حالي النهاردة، هقولك هل حضرتك كنت تأمن على نفسك وعلى اهلك في الخروج ليلا او حتى نهارا والانطلاق الى مدن مجاورة، ولا كان الوضع صعب؟ مش بقولك بقى في نفس المكان، انا بقولك روح مثلا مدينة مجاورة في منطقة مختلفة او مكان مختلف ليلا، هل كنت تقدر تعمل ده ولا كان الوضع صعب؟ عن ايه تتحدث حضرتك؟ عن دولة في حالة اللا دولة مقابل دولة النهاردة اسمها دولة بمعنى كلمة؟ عن ايه تتحدث حضرتك في مقابل ان عندك ثروات في منطقتك الاقتصادية ما كنتش قادر على الحصول عليها، ومنها طبعا حقل ظهر اللي حولك من مستورد لمصدر، واللي بيه او اللي من اجله قسمت المياه الاقتصادية الخاصة بيك؟ مين كان عمل ده قبل كده؟ مين قدر يكتشف هذا الحقل قبل كده؟ ومين قدر يجتذب شركات الاستثمار في قطاع الغاز والطاقة زي إين الإيطالية وزي إنرجين وزي شيفرون وزي الشركات المختلفة اللي موجودة أكتر من 20 شركة في هذا المجال النهاردة؟ النهاردة أنا بتكلم في 10 سنين أو 9 سنين فاتوا، أكتر من 400 كشف في مناطق اقتصادية مصرية عن طريق شركات نفطية. المناطق دي بعضها كان مناطق متنازع عليه، وكانت مناطق صعب تذهب إليها، وكان ممكن تتعرض للسلب والنهب لولا ان عندك قوات مسلحة قدرت تؤمن هذه المناطق الاقتصادية. ولكن وضعك السابق ما كانش يسمح ليك الاتجاه لتلك المناطق، انت كنت مشغول في هم وازمات داخلية ومشاكل داخلية صعبة جدا، معها كان صعب تتحدث عن استثمارات نفطية في مجالات الطاقة والغاز تحديدا. انا بكلم حضرتك باختصار عن يسمى بالتحديات المتوازية. مصر كانت دولة فيها تحديات متوازية، يعني اكتر من تحدي في وقت واحد. هتقول لي هعمل اسكان، هقول لك اعمل طرق، هتقول لي هعمل طرق، هقول لك عالج ازمة البنزين والوقود والغاز والبوتاجاز والطاقة، هتقول لي عالج ده هقول لك شوف الكهرباء، هتقول لي هشوف الكهرباء هقول لك شوف ما يتعلق بمرتبات الناس وحياتهم الاقتصادية
وادعوا فيه للقمح لهؤلاء الأشخاص، لأنه أنت كنت داخل في وضع صعب جدا معاه مش قادر تجابه طلبات السكان المتزايدة. أنا كلام النهاردة مع حضراتكم يتعلق في مقارنة ما قبل ثورة 30 يونيو بما بعد ثورة 30 يونيو. أما الحديث عن السلبيات اللي موجودة حاليا، طبعا لازم يكون فيه سلبيات. أكيد هناك بيروقراطية، أكيد هناك روتين حكومي موجود في الدولة، أكيد هناك مواطن يعاني اقتصاديا، ولكن الدولة بتحاول توفر حلول بقدر المستطاع. وزي ما بقول لك 25 مليون مواطن يا حضرات، انا بتكلم على زيادة سكانية في 10 او 12 سنة تعادل حجم دول مع بعضها. يعني حط دول عدد من الدول مع بعض، الزيادة السكانية في مصر بتعادل حجم هذه الدول. ان شاء الله نقدر نجابه التحديات، ولكن ايمانا بقدرتنا على ده ودعما لدولتنا المصرية، وخليك واثق ان انا بتكلم في دولة عايزة تكون افضل. يعني مصر النهاردة باللي بيحصل، ولما تنظر لكل الوضع اللي انا كلمت حضرتك فيه وتقارنه بما سبق، اكيد انت في وضع افضل. الافضل ان احنا نكون افضل من كده. لكن بما ان انا بتكلم عن هذا الموضوع تحديدا وعما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي ايضا بتقدم ليه مرة اخرى بخالص التقدير على موقفه المسؤول تجاه الدولة المصرية وتجاه التحديات اللي كانت موجودة في عصر كانت في مصر بتعاني من عصر ظلامي صعب جدا. ربنا يحفظ مصر، بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.